افضل الطرق عشان تطور العضله خل جدولين او ثلاث العب تمرينك عادي 15 12 10 عدات وبعدها العب جدول كامل سوبر ست وبعدها رد جدولك عادي 15 12 عده 10 عدات الوزن اللي تقعد يعني العب جدولين او ثلاث عادي بعدها سوبر ست بعدين عادي رد جدولك عادي بعدين دروب ست ورد مره ثانيه. طبعا الجدول هذا يمشي مع الاغلب بس هم على حسب الهدف وعلى حسب الجسم تختلف الاجسام من جسم لجسم. هذا الصيرفي دم في سجين وزن 100 والله بلعب going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must, put me in perspective, I'm the